الفنانة ريهام عبد الحكيم طبعا منورانا، وفكرة ممتازة جدا. عايزين بقى نتكلم عن حفلة بالحجم ده. مبدئيا مع مدحت صالح، اولا نتكلم الشغل مع مدحت. يعني طبعا انا ليا الشرف بجد ان انا بشارك في حفلة كبيرة جدا 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 من تنظيم شركة كبيرة زي ار ام سي وزي ام بي سي كمان، مع النجم الكبير اللي انا عن نفسي بحبه جدا وبعشق صوته الفنان مدحت صالح، وكمان المايسترو ناير ناجي. بجد انا في قمة سعادة. كلكم كده متكتمين على البرنامج، بس كلنا عندنا شغف كده نعرف على الاقل هيبقى في كام اغنيه ليكي، وهل اليومين هيبقى كل يوم في كام اغنيه؟ هي نفس البروجرام هنقدمه في اول حفله هو نفسه، عشان يعني ما يحصلش اي زعل ما بين الناس. لكن طبعا يعني الاغاني احنا قلنا تقريبا داخلين على 25 اغنيه فيهم مقطوعات موسيقيه، وتقريبا عدد متساوي من الاغاني. طب فكره يومين، هل ده لان الجمهور اقبال كبير جدا وعلى التذاكر باع بشكل كبير قوي؟ الحمد لله. يعني ده حصل بعد، يعني كانت الاول مخطط ان هي حفله واحده، بعد كده الحمد لله جابت كومبلي وفي وقت قصير جدا، والناس ابتدت تطلب عدد تذاكر اكبر، فالشركه اقترحت كده. يعني عايز اعرف منك حفله زي دي تجهيزاتها خدت وقت قد ايه؟ تجهيزاتها ابتدت من شهور، البداية وعرض الفكرة وقعدنا مع الشركة وكده من شهور كتير، واستقرينا على كل حاجة هتحصل ازاي والاغاني وازاي هنعملها، وابتدى المايسترو ناير يشتغل مع الموزع احمد الموجي، خلصوا الشغل الفني، ابتدينا انا واستاذ مدحت نحفظ اغانينا ونرتب لها، وهنبتدي خلاص بقى معسكر البروفات خلاص. صعوبات اللي واجهتيها ايه؟ هل في اغاني حسيتيها كده سهلة قوي وجت معاكي على طول، وفي اغاني كانت صعبه؟ بالعكس، انا يعني حابه قوي فكره ان انا هقدم اغاني جميله وخفيفه والناس كلها بتحبها. يعني احنا اخترنا الاغاني الجماهيريه اللي الناس بتحبها اكتر، عشان ندخل قلبهم اسرع، وفي نفس الوقت بنرغبهم في حب الاغاني الجميله بتاعت السينما المصريه لو بنقدمها مثلا لشباب ما كانش سمعها قبل كده، ولو ناس عارفينها وحافظينها اكيد هيستمتعوا بادائها على المسرح. يعني نقدر نقول انك اسطوره اوبرا او ده لا شك، بس ليه ما فكرتيش ان انت تعملي الاغاني الجماهيريه بتاع اليومين دول كده زي ما بيتقال؟ اولا ميرسي على الكلمه الجميله دي، لكن لا انا عندي البوم كامل من اغانيها وبعمل سينجلز كتير، يمكن الدعايه ليها ما بتبقاش واصله جامد، بس دي بقى يعني قصه انتاج مش مشكلتي انا، فبحاول على قد ما اقدر طبعا. يعني توصيفك انت او شايفه ازاي ان بقى في اغاني مهرجانات ممكن تخطي مشاهدات اغاني لها قيمتها ولها معنى؟ مش مقياس والله، يعني زي ما في ناس بتسمع مهرجانات واندر جراوند وكل حاجة، في ناس تانية بتسمع غناء أصيل وطرب وكل حاجة، وفي ناس بتسمع البوب ميوزك اللي هي الأغاني اللي كل المطربين بيغنوها، فدي يعني أذواق، وما تقدرش تمسك حد تقول له لازم تسمع كذا. ممكن تسمع مين؟ انا بسمع كله والله. طبعا لازم. سمعتي مهرجانات لازم اكون على درايه بكل حاجه عشان اعرف الناس بتحب ايه. طب حاجه بكامل؟ لا بغني كل حاجه وبحب كل حاجه، بس يعني طبعا المهم يكون الكلام جميل وما يبقاش فيه مشاكل قوي، عشان اللي احبه لنفسي هو اللي هحبه للناس. يعني بس انا عايز اسم يكون عاجبك وبتسمعيه فعلا. لا والله كتير، يعني لا كتير والله، يعني مش عايزه احدد اسم عشان ما حدش يزعل، بس بسمع معظمهم. يعني الجديد عندك بقى الفتره اللي جايه؟ ان شاء الله عندي سنجل هصورها قريب وسجلتها خلاص، وان شاء الله تنزل قريب قوي في الشتاء. ميرسي جدا، شكرا.